بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين ومتابعين الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل انطلاق أشواطنا في عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، وعبر قناتنا قناة أبوظبي الرياضية المميزة المتابعة دائما وأبدا لاندفاع وانطلاق هذه التحديات هنا في عاصمة الميادين. مباشرة على المركز الأول على مقدمة الشوط نتابع المراكز المنطلقة على صدارة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، مقدمة الشوط المركز الأول الساعية عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري من يقدم لنا الساعية المركز الأول والانطلاق الأول، بينما المركز الثاني هنالك الظفرة سعيد بن نابت بن خيله العامري مقدما لاسم الظفرة على المركز الثاني، أحد الأسماء القوية ويبيلها مراقبة الظفرة هنا على ثاني التحديات. المركز الثالث من الجانب الأيمن هنالك القادمة الظبي محمد بن الدحبة بن قناه العامري يتقدم الآن على المركز الثالث، ثلاثة أسماء مميزة، ثلاثة نجوم، ثلاثة عمالقة بدأنا بالانفراد على مقدمة الشوط، بينما المركز الرابع الاسم القادم هنالك إبداع وخادم بن عيسى بن سعيد المنصوري يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت العير ثعيل بن غافان بن سلطان الخيلي من يتقدم في هذه اللحظات على المركز الخامس، هذا الشعار المميز والنجوم الحمراء التي تزين هذا الشعار المنطلق على المركز الخامس. سادس التحديات هنالك مشكورة عمر بن راشد بن محمد الخيلي أعرفها جيدا، نتمنى لها التوفيق، مشكورة تصل هنا على المركز السادس بشعار عمر بن راشد بن محمد الخيلي، لها إنجازات في الموسم الماضي وأيضا هنا تبحث عن إنجازات جديدة، شعار بن سبت على المركز السادس. المركز السابع المركز السابع وصلت الشايبة مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري، وصلت طيارة اليبهوني على المركز السابع، ومتى تحلق هذه الطيارة المميزة وهذا الشعار العملاق على المركز السابع. المركز الثامن وصلت كيف محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يتقدم الآن على المركز الثامن في هذه اللحظات مع كيف والناموس يبيله كيف يا الوهيبي. المركز التاسع تقدم قدمت الآن وانطلقت روعة مسلم بن صالح بن طرشوم العامري من وصل الآن على المركز التاسع. عاشر التحديات المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك فزعة وسعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني وصل على المركز العاشر، هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المنطلقة في مسار هذا الشوط. نعود للبداية، نعود إلى مقدمة الشوط التحديات والمركز الأول. يا سلام القيادة والريادة مع ثلاثة الأسماء التي بدأت بالانفراد والانطلاق مبكرا على مقدمة الشوط والابتعاد الكلي عن بقية المراكز على المركز الرابع والخامس وإلى ما يليه من الأسماء التي تأتي خلف الخمسة الأسماء الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، القيادة مع الظبي مع شعار بن قنازل يتقدم المشاركين على المركز الأول. الظبي 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 يا سلام، هذه لها إنجازات، لها إنجازات كبيرة وتعود بعد وعكة صحية مرت عليها، نتمنى لها التوفيق، وهذه أول المشاركات لها بعد العودة من الإصابة، هنا تتقدم وتترأس مسار هذا الشوط. شوط الظبي محمد بن الدحبة بن قنازل العامري اشتاقت إلى النواميس، اشتاقت للفوز والانتصار، وبن قنازل شعار غني عن التعريف على المركز الأول. المركز الثاني الساعية عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري من يتواصل هنا مع ثاني التحديات. المركز الثالث الظفرة، الظفرة تأتينا على المركز الثالث، سعيد بن نابت بن خيله العامري وصل على المركز الثالث، بدأ ينطلق مع هنا مع الظفرة أحد الأسماء القوية والتي يبيلها مراقبة مع المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء،
المركز الرابع الواصلة كيف المنطلق على رابع التحديات محمد بن سالم بن محمد الوهيبي أبناء السلطنة ينتظرون هذا الناموس المميز وهذه أحد الشعارات العملاقة والممثلة لأهالي السلطنة والمميزة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة محمد بن سالم بن محمد الوهيبي اسم عرفه التاريخ وعرفته البطولات والإنجازات. المركز الخامس هنالك من الجانب الأيمن هنالك فزعة سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني يواصل التحديات على المركز الخامس وصل راعي أفعال يا سلام يبحث عن النقطة الثانية في هذه التحديات صاحب الشوط الرئيسي الكلباني وصل هنا على المركز الخامس مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات نتابع ما بعد الخمسة الأسماء الأولى المركز السادس العين وصلت العين وثعيلب بن غفان بن سلطان الخيلي هو القادم على المركز السادس المركز السابع هنالك روعة بانطلاقها روعة بتواجدها يتواجد مسلم بن صالح من طرشوم العامري على المركز السابع وثامن التحديات هنالك شعار بن سبت يتقدم الآن من الجانب الأيمن على المركز الثامن مشاهدينا ومتابعينا على أعزاء عمر بن راشد بن محمد الخيلي مع مشكورة وأيضا هنا طيارة اليبهوني بدأت بالانطلاق بدأت بالارتفاع ركز يا أبو خالد هنا من يتواجد على المركز الثامن يا سلام المركز هنا الشايبة الواصلة مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري يتقدم على المركز السابع المركز الثامن هنالك مع بن سبت مع مشكورة عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي المركز التاسع انطلقت إبداع وصلت إبداع أول نداء لإبداع خادم بن عيسى بن سعيد المنصوري على المركز التاسع وعاشر التحديات عاشر المراكز مع بديعة عبد الله بن سالم بن مصبح بن صروخ النعيمي القادم على المركز العاشر هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المميزة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي ولكن العودة إلى مقدمة الشوط وين سارت الظبي الظبي يا سلام يا سلام على المركز الأول تقود هذه المسيرة قيادة موفقة ومحنكة وسليمة بأوامر وتوجيهات محمد بن الدحبة بن قنازل العامري وعودة جميلة عودة جميلة يا ظبي نتمنى لها التوفيق وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع إذا هنا بدون أي منازع بدون أي منافس على مقدمة الشوط تسير بخطى واثقة على المركز الأول وتتربع على عرش المقدمة وعرش الصدارة الظبي محمد بن الدحبة بن قنازل العامري تريد أن تسجل حدث مهم بعد عودتها من الإصابة هنا على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط في ثاني أشواطنا للحول المحليات الأصائل المركز الثاني الأسماء القادمة هنالك الأسماء المنطلقة مشاهدينا ومتابعينا على أعزاء من وصلت واندفعت هنا على ثاني التحديات انطلقت الساعية عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري القادم على المركز الثاني طيار الوثبة من يحتل المركز الثاني المركز الثالث يا سلام الظفرة وصلت الآن الظفرة بدأت تشكل الخطر ولكن كيف من الجانب الأيمن انطلقت كيف بدأت تعلن حضورها وتعلن تواجدها تحمل الرقم واحد وتسيطر مع المركز الثاني وتبحث عن المركز الأول محمد بن سالم بن محمد الوهيبي على المركز الثاني وثالثا الظفرة سعيد بن نابت بن خيله العامري يتقدم على المركز الثالث طيار وثبة على المركز الرابع مع هذا الاسم المميز الساعية عبد الله بن عيد بن صياح المنصوري المركز الخامس هنا انطلقت العين ثعيل بن غفان بن سلطان الخيلي مع خامس التحديات وهنالك شعارات قادمة واسماء قادمة ولكن عودتنا مع الظبي انطلاقنا مع الظبي محمد بن الدحبة بن قنازل العامري المسيطر مع المركز الاول يا سلام يا العامري على مقدمة الشوط يتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة ويحلق في سماء الإبداع وفي سماء الوثبة كيلو ونصف الكيلو عن الناموس الظبي على المركز الأول محمد بن الدحمة بن قنازل العامري مقدما لهذا الاسم الكبير هذا الاسم العملاق ولكن أبناء السلطنة قادمين وهنالك كيف
محمد بن سالم بن محمد الوهيبي يتقدم الان على المركز الثاني. هذا الشعار العملاق، الشعار المميز الممثل لابناء السلطنه، برزمان تنتظر هذا الناموس المميز. المركز الثالث يا سلام الشاهنيه، منصور بن احمد بن علي السبوسي، اول ندال السبوسي، خطير السبوسي ولكن وصل هنا على المركز الثالث. رابعا الظفره، متى الانطلاق الظفره؟ سعيد بن نابت بن خيله العامري لا زالت على المركز الرابع. وخامسا هنالك شعار ثعيل بن غفان بن سلطان الخيلي مع العين، ولكن الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، الظبي على المركز الاول، الظبي بدون اي منازع ولا منافس على المركز الاول، ما شاء الله تبارك الله، تنطلق بدون اي اوامر او شبه اوامر تذكر على المركز الاول بشعار محمد بن الدحبه بن قنازل، بن قنازل العامري يسيطر على المركز الاول، ولكن من الواصله؟ من القادمه؟ كيف القادمة هنا على المركز الثاني؟ محمد بن سالم بن محمد الوهيبي ينطلق الآن على المركز الثاني. يا سلام يا سلام، المركز الأول الظبي، الظبي وكيف، كيف والظبي، اللحظات الأخيرة، جولة التحديات، جولة الناموس، لمن الفوز والانتصار؟ الظبي وكيف، كيف والظبي، الوهيبي وبن قنازل، بن قنازل الوهيبي، اللحظات الأخيرة، السلام وين، الناموس وين؟ الظبي على المركز الأول، الظبي على مقدمة الشوط، ثعيل بن غفان أم هنا محمد بن الدحبة بن قنازل العامري وصلت. كيف الله يا كيف، محمد بن سالم بن محمد الوهيبي انطلقت الآن، تسللت إلى مقدمة الشوط، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة، سلامي على كيف، انطلقت كيف، محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، سلام للسلطنة، سلام برزمان على هذا الفوز والانتصار. محمد بن سالم بن محمد الوهيبي ميدان الابيض منجم السبق، وسلام للوهيبي، سلام محمد بن سالم بن محمد الوهيبي مع كيف، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الظبي، محمد بن الدحبه بن قنازل العامري وصل على المركز الثاني. وثالث المراكز الشاهنيه، منصور بن احمد بن علي السبوسي. المركز الرابع الشاهنيه، رغش بن طبازة بالدودة العامري. وخامس المراكز وصلت روعة، سلم بن صالح بن طرشوم العامري على المركز الخامس. هكذا انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. الوهيبي محمد بن سالم بن محمد الوهيبي سجل التوقيت الأفضل، تهانينا والناموس لمالك كيف وللمتابع لكيف. إذن تهانينا والناموس للسيد محمد بن سالم بن محمد الوهيبي، تهانينا للمتابع والداعم الرسمي لهذا الشعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي هداف الرموز، من حصل على التوقيت الأفضل. وثاني أشواطنا للحول المحليات الأصايل، التوقيت الزمني لحظات الوصول 12 دقيقة 58 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية، ما شاء الله، التوقيت الأفضل مع كيف، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت مشاهدينا متابعينا الاعزاء، الظبي محمد بن الدحبه بن قنازل العامري 13 دقيقه بالوفاي، 13 دقيقه 9 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس. وثالثا وصلت الشاهنيه، منصور بن احمد بن علي السبوسي بتوقيت زمني قاطعت مسافه 8 كيلومترات 13 دقيقه لحظات الوصول. توقيت الشاهنية على المركز الثالث لحظات وصولها 13 دقيقة 7 ثواني و6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.